شركه جو جرين للاستثمار الزراعي والتنميه يعتبر من اوائل الشركات اللي دخلت منطقه المغره في اوائل 2014 و2015. يعني كتير قوي يقول لنا السؤال دوت، اشمعنى اخترت المغره؟ اولا منطقه ملهاش طريق، في ملوحه في المايه، نزلت ملوحه في المايه عاليه. لكن هو الفكره اللي مش قادر يفهمها اغلب الناس ان احنا كان عندنا يعني فكره وعندنا حلم ان احنا عايزين نعمل مدينه جوجوبه في مصر. دراسات الجوجوبه بتقول ان الجوجوبه عند 10,000 جزء في مليون ممكن تدي انتاج، مفيش مشاكل خالص، متحمله الملوحه. ليه نحمل الدوله ارض ميتها عذبه؟ وبعدين النهاررده الجوجوبه مش موجوده في الشرق الاوسط، ليه مصر النهارده ما تبقاش واخده ترند فيها وتاخد حجم فيها، وتبقى على الاقل النهارده وصلنا ان احنا نعمل منتج مطلوب لكل العالم، استراتيجي لكل العالم، داخل في صناعات ضخمة جدا. ده ما يمنعش ان احنا برضو تعرضنا يعني لتغيرات مناخية اول ما بدأنا الشغل مش سهلة. الارض ما بتقبلش انها تطيع الانسان بالساهل، فاحنا كنا دايما، انا كنت متوقع الكلام دوت. فلذلك كان كل اغلب الزراعات في اول 3 سنين، اولا احنا عدنا 4 سنين نجهز في المساحة، احنا عندنا حوالي 12,000 فدان بجوجوبة، مزرعين جوجوبة، وعندنا زراعات تانية لزراعات الزيتون وزراعات الأسماك. لكن أول مساحات بدأنا نزرعها يعني في بداية 2015 تعرضنا للعواصف كانت بتطير المساحات في لحظة. يعني ممكن كنا نيجي 4,000 فدان نيجي الصبح ما نلاقيهمش ونبدأ زراعة من جديد ونشتغل من جديد. فهي كانت يعني مرحلة فعلا احنا مرينا بأصعب مرحلة، لأن الأرض المغرة تقبلنا وترضى ان احنا نبدأ نشتغل عليها. لذلك الحمد لله دلوقتي احنا وصلنا لمرحلة ان عندنا أصبح فعلا المساحة الضخمة اللي أصبحت يعني ممكن ان احنا نتكلم عليها، والكتب بتقول أو الدراسات بتقول ان احنا بقينا رابع دولة على مستوى العالم في مساحات الجوجوبة في العالم كله.